اهلا وسهلا فيكم، ارحب فيكم في الحلقه الثالثه من برنامج فيفث كوارتر. معكم مهدي رفيع وزميلي محمود تقوي. انتهت قمه مباريات الجوله الاولى من المرحله السداسيه في دوري زين البحريني لكره السله بفوز فريق الاهلي على فريق الحاله في مباراه مثيره، وفي الدقائق الاخيره تالق فيها اللاعب الاهلاوي حسن العربي. المحرك واصل أداء القوي وحقق فوز الثالث على التوالي على النوادرات واكد نواياه البطوليه. وفي المباراه الثالثه ظهر حامل لقب فريق المنامة بصورة غير مقنعة وحقق الفوز على فريق النجمة في ظروف صعبة. بعد الفاصل ننتقل مع الزميل محمود تقوي وضيفه محلل فيفث كوارتر للوقوف عند الجوانب الفنية والإحصائية حق هذه المباريات. في البداية نذكر مشاهدينا بأن الاستوديو برعاية تصميم أنملة للمنتوجات الفنية ومقهى تشيز. نرحب بالكابتن جاسم معنا في الحلقة الثالثة من برنامج فيفث كوارتر. يا هلا بكم محمود. كابتن، طبعا المنامة غير مقنع، فاز على النجمة ما نقول أداء هزيل لكن ما كان مقنع لجماهيره، رغم أنه قدم كوارترين بشكل جيد لكن هبط مستواه في الكوارترين الأخيرين. شلون شفت المباراة كابتن؟ والله المنامة بداية وايد زينة، بدأت الأول كوارترين بس لاحظنا عقب تراجع ملحوظ في الشوط الثالث الرابع، ويمكن لاعبين المنامة يعني هم أنا أخذ لهم فترة وايد يا المدرب، بس للحين مو حاس فيهم في تأقلم يا المدرب، يعني والمحترف قاعد يقدم أداء يعني من أسوأ لأسوأ من مباراة الكاس ليه هذا اليوم. بس يعني انا مستغرب من هالاداء من المنامه في هذا الموسم بالذات، يعني قبل ثلاث مواسم اللي راحت كنا يعني الفرقه تتمنى تفوز عليها مره والمرتين حق هاي الموسم ذي بالذات اللي وايد مهم حقنا احنا كمتابعين سله البحرينيه، انه في بطولة مجلس التعاون اشوف المستوى قاعد يهبط في اخر الموسم، فهاي مؤشر غير جيد في حق هالمباريات. كابتن، تعتقد ان خساره الكاس بعد اثر على نفسيات اللاعبين؟ اكيد 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 اثر، لان يعني ما احنا خدنا ثلاث سنوات ما خسروا ولا بطوله لما اتوقع، وخسروا بطوله، وخاصه انا يعني انا في اعتقادي الشخصي يعني ان اللاعبين ليه ما تقلموا مع المدرب، والمدرب جاء في وقت وايد يعني انا بالنسبه لي كلش غلط، يعني تغيير المدرب القديم كان ماشي من احسن ما يكون وياهم، يمكن ما يكونوا عندهم في بعض المشاكل بس ان المدرب ما خسر، فانت اذا تغير تسوي ضغط كبير على 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 اللاعبين، وخاصة إن محمد حسين كمبس توه كان راجع فدخل مع التشكيلة، يعني صارت شوي بعض الأشياء اللي يعني نسمعها في مشاكل بداخل الفريق المفروض أن تكون ما تصير في الفريق خاصة في هاي الموسم. كابتن، فريق النجمة فريق جيد وعنده عناصر ممتازين يعني صغار، والفريق قاعد يلعب مع بعض من أكثر من سنة، لكن فريق ما يجيد إنه يحافظ على الفوز أو يفوز، يعني يقدم الأداء لكن يخسر، شو السبب؟ شوف، مشكلة فريق النجمة هذه خد لها تقريبا أربع سنوات، هما يعتمدون على استراتيجية معينة من الكابتن رؤوف أن اللعب السريع، فوقت ما تشوف المباراة وقت في آخر الأوقات تشوف أنه ما يأخذون طابع اللي يهدئون اللعب، يكون نفس الشيء يعني مستمرين على هاي، وفي قرارات وايد بسيطة تنخذ آخر الوقت هي اللي تخسر الفريق يعني، أو قرارات سريعة، وكل مره في نفس الاشياء يعني نفس الاغلاط، مو قاعدين يتفادون هاي الاغلاط. طبعا بننتقل للمباراه الثانيه كابتن على السريع، مباراه المحرك والنوادرات. المحرك قاعد يصير في خط تصاعدي، قاعد يمتع يؤدي ويفوز، فشلون شفت المباراه كابتن؟ والله هي نفس سيناريو مباراه الكاس النهائي، يعني هذه تقريبا يمكن مره الثالثه على التوالي ان المحرك يفوز على النوادرات، وكل نفس طريقة اللعب ونفس نفس الدفاع والهجوم بالضبط، حتى مدرب النوادرات يمكن ما عرف شلون يعني يوقف أحمد حسن، هو اللي ثلاث مرات نفس الشيء في كثير من ثلاث مباريات هو اللي متألق فيها، بس أنا عندي يعني
عتب وحيد يعني على المدرب محرق. يعني احنا شفناه انت كنت في المؤتمر الصحفي وياه انه قال انه بيكون انه تحكي عن محمد ناصر انه هو بيكون مستقبل سلة البحرين. بس انا يعني مستغرب من هاي التصريح، لان هاي التصريح هو انه شلون بيكون مستقبل سلة البحرين وهو ما يشارك الا 5 دقائق في المباراة؟ هل بيكون يعني بيكون مستقبل سلة وهو قاعد على البنش؟ احنا توقعنا خير انه شنو انه بيكون واحد جديد في تشكيلة محرق، لان هاي تشكيلة محرق الخمس اللاعبين اللي قاعد يلعبون هم من 2014 للحين نفس الشيء نفس التشكيلة. ترى ممكن نربط شيء ان محرق في هالمباراة 5 لاعبين اللي سجلوا كابتن. ايه هلا نفس ما قلت لك، لان الفريق احنا شوي قاعد يصبح مكشوف حق الفرق، ومجرد اعتماد على 5 لاعبين. يعني مجرد تشوف سيد هاشم يلعب اول 6 دقائق وبعدين تشوف التغيير وليه اخر المباراة يمكن يلعب لك شوي، ومحمد ناصر يدش لك في 5 دقائق يمكن لعب ما لعب ما يأثر، وعقب يعني ويمكن ناس تتكلم عبوانا ما أنا والدخوية دفع عنه، بس هاي الواقع ما كنا تغيير يعني. الكل كان يتكلم أن محمد ناصر مفروض حصل دقائق أكثر، لكن كابتن يعني احنا قاعد نتكلم عن فريق راح يكون عبء عليه أكثر، الكل تكلم أن المحرك راح يدش السداسي بيكون تحت ضغط مطالب أنه يحقق الدوري. اكيد يعني عقب ما حقق بطولة الكاس حققها باستحقاق، من عقب ما فاز على المحرق على المنام مبارتين وعلى الاهلي اللي قبل السيمي فاينل وفاز على النوادرات، فالكل مطالب انه المحرق بيحقق الدوري. خصوصا النوادرات كابتن المباراة الثالثة قاعد يخسر بنفس الطريقة، يتقدم في المباراة ما يقدر يحافظ على النتيجة، يتقدم النتيجة يعني بفارق جيد 10 ل 11 نقطة لكن شوف النهاية تراجع ويخسر. شوف انا بقول لك شيء عن النوادرات، انا صراحه شخصيا انا هاي الفريق وايد احبه، يعني فريق مجتهد وطموح يعني قاعد يسوي اللي عليه وبامكانيات اللي عنده قاعد جار فرق كبيره، بس في بعض الاوقات يعني الامكانيات توقف عند حدها، يعني محرر امكانياتهم الهجوميه تتفوق على دفاع النوادرات، النوادرات يعتمد على الدفاع وايد، بس اذا تشوف اكثر من لاعب في محرق يقدر يسجل فهني تصير عندهم خلخله. حاول مدرب النوادرات يغير، بس مشكلة انه ما غير في طريقته، نفس الطريقة اللي لعبها في المبارتين لعب المباراة الثالثة، يعني هذه يمكن شوي اللي تنحسب عليه هو كمدرب انه ما غير شيء، انه حاول يوقف مثلا احمد حسن والله وقف، يعني ما نفس مشى على نفس المنوال وخسر. واتوقع النوادرات بيكون في وضعية احسن اذا قابل فرقة غير محرك. كابتن ننتقل للمباراة الثالثة، طبعا مباراة القمة الاهلي وال حاله رغم الغيابات اللي كانت عند الاهلي هشام سرحان علي جعفر مصاب، لكن الاهلي رجع وفاز. والله هاي المباراه شو يعني يمكن امتع مباراه كانت في الجوله، كانت مباراه مفتوحه بدايه وكانت المباراه سايره يعني بطريق صح حق الحاله، وكان احمد جان كان ماشي بطريقه صحيحه في المباراه، بس اخر شيء يعني صارت فيه بعض التبديلات من مدرب احمد جان شويه اللي خلت الفريق كان مصر على حسن القراشي، وحسن كان اليوم مو كان في يومه، كان محمود عباس يعني هو مفاجأة المباراة بالنسبة حق الحالة، أنه يعني قدم مستوى جيد بس في بعض الأوقات كان يحاول يسحب، لأنه تعرف مدرب كان وايد يعني عنده ثقة في حسن أزيد من لاعب أرقام محمود أرقام جيدة في أرقام وايد زينة يعني حصل ثبت عشان نقطة، وكان ميود حسين شوكر في المباراة. هاي بالنسبة حق الحالة، الأهلي مشكلة الأهلي السنة أشوف يعني رتم من فريق وايد بطيء، وهذه قاعد يسبب لهم مشكلة إنه يفوزون كله في آخر الوقت، يعني لو كان رتم شوية سريع بيكون أفضل. وأتوقع أن الأهلي بعرف إذا هذه المباراة مسجل 4 ثلاثيات، يعني هاي نسبة جدا يعني نازلة بالنسبة حق عنصر المفاجأة كابتن يمكن حسن عنصر المفاجأة حسن عربي ما شاء الله عليه ما قصر، دفاع هجوم يعني يركض في الملعب، يعني قدم من احسن ما يكون، قدم مباراه كبيره، وفي الاخير يعني كالعاده اذا انت تخلي الاهلي في الجيم اذا موجود عندك لاعب نفس حسين شاكر بيتعاملك في المباراه وبيخلصك المباراه، لان اللاعب خبره ويعرف متى يلعب في المباراه متى يخلص المباراه. كابتن ملاحظ فريق الحاله يعني يفقد السيطره على المباريات، يعني من مسابقه الكاس لهالمباراه يتقدم يسيطر يؤدي لكن في النهايه يخسر. ما بقول قلة خبرة، لأن يعني اللاعبين الموجودين قاعد يلعبون أكثر ووايد في لاعبين خبرة، بس في قلة تركيز وضغط شوي ضغط وما يعرفون شلون ينهون المباراة بالفوز، يعني هاي صايدهم الحين مو من زمان توها تقريبا هاي الشيء من 3-4 مباريات، بس كانوا يعني أفضل من تشيدو الأولي كان ماشي من أحسن ما يكون صحيح. بس في مشكلة لازم شوي يعالجها المدرب، أنه يعرفون أنه أحسن تشكيلة في
الخمسه اللي ماشيين في المباراه هم اللي تمون اخر شيء حق ينهون المباراه، مو على التشكيل اللي انت حطها بس يعني في بالك. يمكن ساعات بعض الاوقات يطلع لك لاعب في المباراه المفروض تخليه في الملعب، يعني مو ان انت الخمسه الستارتر هم دين لازم ينهون في المباراه. هاي اللي صاير، وبعض اللاعبين عندهم مردود سلبي في المباراه، يعني ما قاعدين يمشون صح الحاله في اخر المباريات. خلونا نتابع اهم الارقام في الجوله الاولى ونرجع لكم. كابتن، شفنا الارقام، يمكن الاهم الارقام، حسين شاكر 9 اسيست، شلون تشوف الرقم؟ يعني الرقم راح يتحدث عن حسين شاكر، يعني حسين شاكر لاعب خبره ويعرف متى يتصرف بالكره، ووقت ما تشوفه اذا الناس جوا ما يسجل عبونهم ما يسوي شيء في الملعب، وجوده في الملعب وجوده في الملعب بس وقفته كفايه، لانه هو يعرف متى يوزع الكور ويعرف يعني ومشي الفريق. هو بالاضافه مسجل 20 نقطه كابتن، يعني ايه يعني 20 نقطه 9 اسيست بعد، يعني انت كمدرب شنو تبي من اللاعب بعد ازيد؟ يعني هو صنع لك اللعب وهو قاعد يسجل لك، هو يعني لاعب غني عن التعريف وهاي مستواه، وان شاء الله نشوفه احسن واحسن. كابتن، النقطه الثانيه في الاحصائيات، كاديم كولبي محترف نادي المحرق، من تعاقده ويا المحرق اللاعب قاعد يتالق، ارقامه مميزه جدا مسابقه الكاس وهالجوله الاولى من السداسي. يعني يمكن انا اقول شيء يمكن في ناس ما يعجبهم هاي الكلام، بس يعني هو متالق زول، يمكن من ضعف المحترفين الموجودين الثانيين اللي تلاقى وياهم. يعني انا اتوقع اذا تلاقى مع محترف الحاله والمحترف الحاله في المباراه الجايه ومحترف الاهلي في الجوله هاي السداسي، بيكون شوي الاختلاف فيه، لانه قاعد يؤدي صراحه معدلات خياليه في الدوري والكاس. صحيح. كابتن، حسابي سيكشن عمل تصويت لاختيار افضل لاعب في التويتر، وطبعا اللاعبين اللي كانوا ضمن التصويت محمد كويد منامه وحسن العربي الاهلي وبدر عبد الله افضل لاعبين في المباريات الثلاثه. التصويت كان 72% للاعب حسن العربي كافضل لاعب في الجوله، تتفق مع التصويت؟ اي اكيد اتفق، لان هذه كانت هي مباراه الجوله، وانت يعني اذا بتعطي افضل لاعب تعطي افضل لاعب من مباراه الجوله، لان هاي كانت اقوى مباراه كانت في الجوله اللي هي الحاله والاهلي، وهاي اللاعب صراحه يعني دش المباراه وغير مجرى المباراه كامل وفاجئ الكل يعني بمستوى، يعني حتى يمكن الكابتن عقل ما توقع المرد اللي بيسويه حسن العربي، وصراحه يعني معدلاته وايد مرتفعه في المباراه ويستاهل اكيد. كابتن، طبعا بعد نهايه الجوله الاولى الترتيب نشوف المحرك في الصداره مع المنام والاهلي فارق السكور فقط، لكن الرباعي الموجودين حاليا المحرك المنام والاهلي والحاله هم الاكثر ترشيحا انه يمكن يكونون في المربع الذهبي، تتفق؟ لا ما اتفق وياك، لان هاي توها الجوله الاولى، يعني هما الكل يمكن يتوقع ان هاي الاربعه، بس يعني للحين نوادرات عندهم شيء لهم ما سووا، النجمه يمكن بعد ما تدري يمكن سجلوا النجمه هو ما قاعد مستويات زينه من عقب ما تاهل السداسي، بس ما تعرف يعني هاي الدوري فيه مفاجات، والسداسي يعني في المباراه واحده يعني تصير مفاجات فيه، بس الازيد يعني مرشح ان هاي الرباعي، بس للحين يعني توها الجوله الاولى يعني بدري انك تحكم عليه. كابتن، طبعا راح ننتقل الان لتقديم مباريات الجوله الثانيه، قمه المباراه طبعا الكل الاضواء راح تسلط على مباراه المنام والمحرك، لكن انا اشوف مباراه النوادرات والحاله اصعب واهم، لان الفريقين جايين من خساره، خساره ثانيه ممكن ان تطلع اي فريق. اكيد اكيد اكيد، يعني اكيد مباراه الحاله والنوادرات بتكون اهم، لان خساره اي فريق من ذي يعني بتبعد كثير عن المربع الذهبي، وبتكون مباراة وايد يعني فيه ضغوطات، وبتكون ان شاء الله مباراة ممتعة، ان هاي الفريقين نفس الستايل اللي يلعبون تقريبا، لان المحترفين الفريقين لو تلاحظهم كل ما يتواجهون يا بعض ارقامهم كلش قريبة من بعض في النقاط في الريبان في البلوك شوت، فبتكون مباراة وايد فيه ضغط وممتعة، وبتكون دور المدربين كثير في ذي المباراة، لان نفس التكتيك يلعبون على رتم بطيء وتطبيق الخطط الفنية في الهجوم، وممكن تشوف مفاجأة في طريقة الدفاع من الحالة والله من النوادرات، عشان تشوف شيء يعني أحلى وأحسن. مباراة المنام والمحرك كابتن مباراة يمكن جماهيرية، ولكن مباراة مهمة للمنام أكثر. هي مباراة مهمة حق المنام أكيد، لأنه يبي يرد اعتبار عقب الهزيمتين اللي طلع من كاس، بس يعني أنا أتوقع هاي المباراة بتكون وايد يعني حلوة حق الجمهور، لأنه ما بتكون فيها ضغوطات. الفريقين يعني في الاخير هم عارفين نفسهم انه بيوصلون المربع الذهبي، وكلهم ثقه في الفريق في لاعبينهم،
انا بيوصل المربع الذهبي، فبتكون وايد مباراه ممتعه حق الجمهور، الكل بيستمتع في هذه المباراه. انا توقعاتي بس بيكون المنامه جاي باقوى شيء، ومحرك بي انه هو بثقه، لان المستوى محرك ثابت يعني في المباراه، يعني ما بيكون ما في نقول ان المنامه بيكون بمرشح على المحرك، لا يعني المحرك بيكون مستوى ثابت. المنامه جاي بيقدم روحه، انه يشوف روحه، لان ليه مو مستوى ثابت مع المدرب، مستقر على تشكيله معينه، ولا المحترف لازم يعد شوي يعطينهم شوي ازيد عشان يفائلهم خير حق حتى الجماهير مو مطمئنه على الفريق يعني. اي اكيد، اذا تشوف انت المنامه، اذا تشوف فريقك كذي انك يخسر، انت عن ثلاث سنوات مو متعود يخسر مباراه واحده، وتشوفه في اقل يخسر مبارتين ومهزوز، اكيد الجمهور بيخاف. والجمهور المنامه يعني طماع، يعني يبي كله فوز يبي بطولات، وبخصوص الاهلي والنجمه كابتن. الاهلي والنجمه والله يعني هم تلاقوا مره واحده من قبل، بس النجمه كان بدون محترف، فهاي المباراه شوي غامضه بتكون، لان المحترف النجمه يكون يلعب برا، المحترف الاهلي يلعب داخل، والاستراتيجيه اللعب وايد مختلفه، يعني هاي يلعب بطريقه سريعه اللي هو كابتن رؤوف، وهاي يلعب بطريقه بطيئه، يعني بتشوف مباراه ما تدري شنو يصير في المباراه. يعني اكيد الاهلي مرشح اكثر من النجمه، شيء طبيعي، كل وقت بيتلاقون بيكون مرشح الاهلي ازم من النجمه، بس مو ما يمنع ان النجم يسوي مفاجاه في هاي المباراه. كابتن قبل ما نختم الفقره حبينا ناخذ رايك كابتن، ايش رايك في نظام المحترفين حالي في الدوري؟ تايد محترف لواحد او اكثر من محترف؟ لا انا ايد نظام محترف واحد، لان محترفين اثنين بيسوي اثاره وتشويق اكثر، بس بيمنع يعني ما بيخدمنا حق المنتخب، وهاي الهدف المفروض الرئيسي حق الدوري. بس انا في بالي ان الانديه المفروض تتمعن ازيد في اختيار المحترف، لان المحترفين الحين في اخر 3-4 سنوات نشوف كل سنه عن سنه يوم محترفين اقل اقل اقل، فيعني هاي الشيء ما يخدم الدوري. يعني تبي لك محترف يعني يشيل لك الفريق واللاعبين يساعدونه يستفيدون منه، انت قاعد تجيب محترفين كلهم مكملين حق الفريق، اقل واسعار ازيد ومكملين، يعني مو لاعب اللي تحس كواليتي يعني هو يشيل لك واللاعبين يكملونه، لا هو يبي مساعده اللاعب. كابتن طبعا نشكرك على التواجد معنا في الفقره الفنيه، وان شاء الله نشوفك في الحلقه القادمه. مشكورين، ما تقصرون، ان شاء الله نشوفكم مره ثانيه. اعزائي المشاهدين، ننتقل الان للزميل مهدي رفيع وفقره فانسنا. مرحبا فيكم من جديد في حلقة اليوم وفي فقرة فانزنا. طرحنا موضوع نظام المحترفين في الدوري المحلي، وطرحنا هذا السؤال في حسابنا في تويتر، هل تؤيد نظام المحترفين الحالي في الدوري المحلي؟ خلونا نشوف هالمقابلات في الصالة، وبعدها راح نعرض نتائج التصويت في تويتر. انت شو تشوف الدوري المحترفين افضل، اثنين ولا واحد؟ والله يعني دوري اذا تضيف محترفين اثنين اكيد بتكون اثاره اكبر ومتابعه ازيد، بس من ناحيه استفاده اللاعب المحلي بتكون ضعيفه. لما تجيب لاعبين اكيد بيكون فيه انديه بتجيب لاعبين متميزين، لان بسبب الميزانيه الموجوده عندهم، وانديه ما بتقدر تجيب لاعبين متميزين، بتجيب اثنين متوسطين، فبيكون المنافسه بترجع محصوره بين ناديين ثلاث انديه. الاتحاد نافس، المدينه نافس، محترفين يكون افضل يعني، بس للدوري، بس لاعب محرينيين ما يكون لهم شانس يعني يلعبون. سنه 2007 اتوقع او 2008 كان في محترفين في كل فريق، كان الدوري اوكي، بس انا اشوف يعني من رايي انه محترف واحد يعطي فرصه حق البحرينيين انه يثبتون نفسهم ازيد. لا، المحترف واحد افضل، انا ما ايد انه محترفين، محترف واحد حتى لو كانوا محترفين، ليش المواطنين حتى بدون محترفين نقدر نلعب ويصير الدوري مالنا احسن دوري في الخليج؟ لا، محترف واحد اكيد يعني، اعتقد محترف واحد بيكون افضل. تعرف اذا محترفين يعني انت بتنقص لاعب من كل فريق، بوزيشن من كل فريق، فاتصور انا ويا محترف واحد يعني. محترفين اثنين ولا واحد؟ بدون محترفين واحد. زين، منام عنده مشاركه ببطوله مجلس التعاون، يحتاج انه يكون في محترفين اثنين، ما راح ياثر عليه سلبي؟ اذا الدوري يخلص بسرعه وتجيب المحترف الثاني يتاقلم ويا الفريق ويكون احسن يعني. انا والله من سبق وانا كنت لاعب في نادي الاهلي يعني كنت ايد انه لاعب واحد. من باب تجربتك كابتن داخل الملعب فني؟ داخل الملعب اكيد طبعا عندك امريكان اثنين اجسام حجم، بترتاح في الريباوند، بترتاح في الدفاع. ان شاء الله الدوري ما يكون في محترفين، بس احنا نبي الاثاره، نبي هذه، فلا بد انه يكون محترف. لو صار اثنين راح ينهضم حق اللاعب البحريني، واحنا اهم عندنا ان اللاعب البحريني يكون متواجد علشان يدعم المنتخبات الوطنية. والله كل شيء له إيجابياته وسلبياته، بس شخصيا أفضل محترف واحد. في الأندية لاعبين ما راح يحتكون وايد بوزيشن 4 و5،
من كذي منتخبات ما في لاعبين طوال، ما في لاعبين بوستية مستوى عالمي نافس الخليجية والآسيوية. طبعا مثل ما نشوف ان 57% من المصوتين يؤيدون النظام الحالي للمحترفين، و26% فقط يبون التغيير الى محترفين اثنين، و3% يبون اكثر من محترفين، اما 13% فقط يبون الدوري بدون محترفين. والحين خلونا ننتقل الى فقرة الاكشن ونطرح موضوع تجمع المنتخب والتطورات اللي صارت. في الفترة الاخيرة أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن تجمع للمنتخب الوطني بنظام 3 أيام في الشهر، لكن هذا التجمع ما كان بالمستوى المأمول، شهد غياب العديد من اللاعبين واعتراضات من الأندية. لمناقشة هذا الموضوع معنا المدرب الوطني الكابتن حسين قاهري. كابتن أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك أخوي. كلمنا عن فكرة التجمع وأسباب الاعتراضات من الأندية. اول شيء يعني في البدايه قبل لا نتكلم احنا عن فكره التجمع بشكل مختصر، احنا خلينا نتفق على شغله معينه. يعني احد اهداف الاتحاد البحريني لكره السله هو تطوير لعبه كره السله بصوره عامه والمنتخبات الوطنيه على وجه الخصوص. الانديه اعتقد ما تختلف عن الاتحاد، يعني المفروض هي تخدم هالمصلحه هذه، الهدف يكون واحد مشترك بين الاثنين. فكرة تجمع المنتخب الحين احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة او في السنوات الماضية الشيء اللي ينقص المنتخب الاستمرارية، تكلمنا فيه اكثر من مرة. احنا ما حققنا بطولة مجلس التعاون في تاريخنا الكامل اللي هو المنتخب الاول لاسباب معينة، من ضمنها ما في استمرارية. احنا نتجمع قبل بطولة بفترة معينة ونروح نشارك في البطولة، استمرارية للمنتخب طول السنة مو موجودة. هاي يمكن اللي يميز المنتخبات الثانية. فالفكرة الأساسية إنه يكون في استمرارية للمنتخب، عمل بصورة دائمة للبطولة الجاية اللي هو في 2018. يعني حلو كابتن، احنا متفقين إن المنتخب شيء مهم، لكن الآلية من قبل الاتحاد إن التجمع هي وسط الدوري وسط المرحلة السداسية، فشلون تشوف هذا الشيء؟ هل الآلية صحيحة؟ هو الآلية صحيحة، يعني انت ما فيها اي اشكال. يمكن التجمع الاول كان في شوي ارباك للاندية، يمكن النوتس اللي حصلوا عليه الاندية اللي هو مثل ما يقولون يعني يمكن كان شورت نوتس عند الاندية، هاي اللي يمكن خلق جزء يعني شيء من الارباك بالنسبة لهم. بس الاتحاد اعتقد يعني على حسب معلوماتي انا راعي هالشغلة، يعني المفروض هو التجمع كان يكون 5 أيام مو بثلاث ايام، بس لان فتره اشعار الانديه كانت شوي متاخره فارتاء الاتحاد انه يقلل الفتره من 5 أيام لمده 3 أيام. بس اعتقد يعني في المرات القادمه الروزنامه راح تكون ثابته والتجمعات تواريخها محدده والانديه عندها الفتره الكافيه اللي تتاقلم وتجهز روحها للمسابقه. يعني انت ضد هذه الاعتراضات من المدربين والانديه؟ اكيد انا ضد هالاعتراضات اللي صارت، يمكن مثل ما قلت لك يمكن معاهم حق انه خلق نوعا ما ارباك لهم، بس اعتقد يعني تعاملهم ما كان بالصوره الصحيحه. ممكن انت كنت تشعر الاتحاد ان انت خلقت لنا شيء من الارباك مثل ما يقولون، بس ما كنت احب انه يكون في اعتذارات، يعني كنت احب ان المنتخب يتجمع بصوره كامله والبرنامج الموضوع من قبل المدرب ولجنة المنتخبات يمشون عليه بدون أي مثل ما يقولون اعتراضات تكون. كابتن لو أنت كنت مكان مدرب نادي المنامة عنده 8 لاعبين في المنتخب مرحلة سداسية، فيتمرن مع منه، هل بترضى أن اللاعبين يروحون للمنتخب؟ هو أرجع وأقول لك أنا يعني إذا بتسألني أنا لو كنت مدرب نادي المنامة ما بعترض، يعني يمكن أنا فترة من الفترات كنت أدرب في نادي الاتحاد، بالعكس كنت أشجع هالفكرة. يمكن ما كان في لاعب فريق الأول بس الفئات السنية موجودين في من لاعبين نادي الاتحاد موجودين في المنتخبات، بالعكس كنا نحثهم ونشجعهم إنه يروحون المنتخب، لأن في النهاية إحنا اتفقنا إن الهدف واحد والمصلحة واحدة، المنتخب الوطني المفروض يعني الكل يدعمه. بس الاعتراضات اللي صارت من الأندية يعني الكل كان يقول يعني من ناديين هم بشكل خاص، يعني المنامة والمحرق، ما اشوف شنو التأثير اللي راح يعني شنو الشيء اللي راح يأثر على استعدادات الأندية. يمكن بس التجمع الأول مثل ما قلت لك كان شورت نوتس، بس الفريق كان يتمرن مع بعض، يعني انت في فترة كافية
للتحضير للمباريات القادمه، يعني فتره التوقف لاستئناف المسابقه اعتقد في فتره كافيه. المفروض يعني على حسب علمي انه في رزنامه ثابته تواريخ محدده وفي فتره كافيه، اعتقد تقريبا اسبوع بين انتهاء المنتخب واستئناف المسابقه، فما بيكون له اي تاثير على الانديه. فاللي عرفت من كلامك كابتن انت مع هذا التجمع؟ بالعكس اشجع انا، والمفروض يعني الانديه تدعم هالشيء، لان مثل ما قلت لك احنا في النهايه ان كان شكل مسابقه او منافسه في الدوري او الفرق تطور الانديه، يعني كلها في النهايه المفروض تخدم المنتخب. يعني النادي اذا كان كره السله عنده متطوره واللاعبين عندهم على مستوى عالي راح يغذون المنتخب، والمسابقه نفس ما قلت لك اذا كانت قويه راح تغذي. ففي النهايه كل اللي قاعد يصير في كره السله على اساس ان احنا نغذي المنتخبات الوطنيه ويكون عندنا منتخب قوي، وان شاء الله يعني خلينا نجرب هالشغله هذه. يعني احنا كل مره مثل ما قلت لك عندنا منتخب مناسبات، خلينا المره يكون الشغل على بشكل علمي على اصول ثابته ورزنامه ثابته، وان شاء الله الله يوفقنا. ان شاء الله الله يوفقنا. كابتن في نهايه الفقره اشكرك تواجدك معنا، وان شاء الله نلتقي في الحلقات الجايه. شاكر لك ابو مالك. رغبه من فريق بي اس اكشن في التواصل الدائم مع الجمهور، حبينا نخبركم ان فعلنا خدمه الواتساب، طرشوا كلمه اكشن على هذا الرقم وفالكم طيب. في النهايه تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ونلتقي في الحلقه القادمه.